حياكم الله. اليوم بس بتكلم عن جهازين ناس كثير تسألني عنهم، وليش ليش أشتري هذا أو ليش أشتري الجهاز الثاني. طبعا عندنا هنا البوكو إكس 5 برو وعندنا البوكو إف 5 على الجيل اليسار. طبعا زي ما أنتم عارفين البوكو إف 5 الجهاز الجديد من بوكو، الإصدار الأخير، والبوكو إكس 5 برو برضه إصدار اللي قبل الإف 5، لكن طبعا كفئة يعتبر أقل شوي من الإف 5. طيب انا احب اجاوب على السؤال المهم اللي دائم تسالوني اياه في الكومنتس، انه وش الافضل. سبق اني شرحت من الافضل، طبعا الافضل البوكو اف 5، لكن اذا يهمك موضوع السعر على القيمه اللي ترجع لك من السعر اللي انت دافعه، انا اقول لك خذ البوكو اكس 5 برو. ليش؟ لان هذا سعره اقل، يعني اقل بكثير، طبعا تقريبا نتكلم عن 400 ريال اقل من البوكو اف 5. والشيء اللي اشوفه يعني يسوى انه بالقيمه هذه اللي هو المعالج فقط. انت عندك المعالج هنا اقوى من المعالج اللي موجود هنا، مع ان كل المعالجين اثنين من الفئه المتوسطه للعاليه. طبعا هو 778 5G البوكو اكس 5 برو يعتبر من الفئه المتوسطه الى العاليه نوعا ما، لكن ال 7 بلس جن 2 يعتبر من الدرجة العالية أكثر ما هي متوسطة. فالمعالج أنا أشوف هو الفاصل بين هذا الجهازين. فإذا يهمك الموضوع والله المعالج أسرع بشوي، ولا يهمني الجهاز يعطيني كل شيء. الكاميرا هنا 108 ميجا بكسل، هنا 64. الكاميرات ما في اختلاف كثير صراحة، الكاميرا أفضل شوي هنا، بس أنا أتكلم إذا تحب الكوزماتيك الشكل الخارجي والاشياء هذه راح تاخذ البوكو اف 5. ليش؟ لانه شوف عندك الكيرف رهيب هنا، مسكته حلوه، شكله جميل، كاميرته حلوه، تصور تصرف ليل حلو، الاطار جميل شكله، شوف كيف سيلفر. الشاشه، اطار الشاشه جدا نحيف زي ما انتم شايفين، انحف من البوكو اكس 5 برو، وزنه اخف، بطاريته افضل. طبعا هذه اشياء كثيره بوزيتيف للاف 5. اذا موضوع والله يهمك السعر، انا سعري عندي حد 100 120 200 او 100 1200 ريال، لانه حول يعني حول هذا السعر. لا اقول لك الافضل انك تاخذ اكس 5، جهاز جدا ممتاز وكيببل، ونفس البورتس موجوده عندك هنا في كل الجهازين، يدعمون دولبي اتمس. زي ما سبق اني دخلت بشكل عميق بتجربة الكاميرا، لو تشوفون البلاي ليست يعني تكلمت عن الكاميرا، تكلمت عن الصوت، صوت تحدي الصوت. ف زي ما قلت لكم فرق كبير شاسع بين السعرين، نتكلم عن 500 ريال بين الفرق بين الجهازين، لكن برضو يعطيك نفس السوفت وير، نفس الاداء، السوفت وير جدا ممتاز هنا يعني شغال زي الحلاوه، نفس الابديت، الكاميرات نفسها واحدة الترا وايد واحدة أساسية، الترا وايد أساسية، ماكرو ماكرو كلها زي بعض، ما في أي اختلافات. اللهم عندك يمكن كاميرا شوية أفضل في 64 ميجا بكسل. برضو نفس الشحن 64 و67 واط شحن، فما في فرق جذري إني أدفع صراحة 500 ريال زيادة عشان آخذ. إلا هذا زي ما قلت لكم يحب يهمني إني والله أجدد جهازي، يهمني الكوزماتيك اللي فيه، أو إني أقدر أدفع الفلوس هذه، أنا ما عندي مشكلة فيها، أقدر أشتري الجهاز استمتع فيه. لكن اقول لكم البوكو اكس 5 برو جهاز بطال، جهاز بطل، يستحق الشراء صراحة. فاذا البجت عندك شوية لا اقول لك خذ البوكو اكس 5 برو. بس هذا اللي حبيت اني اقول لك الفرق، لان جتني اسئلة كثيرة ايش اخذ، ايش الفروقات وكذا، خصوصا بعد الابديت الاخير، يعني كان في تحسينات كثيرة على الجهاز. عموما الله يعطيكم العافية، ان شاء الله هذا فيديو خفيف عليكم، نشوفكم إن شاء الله فيديوهات جاية. شكرا لكم.